حان الوقت نشوف الصح، هيكون الوعي فينا أصح، نبعد بيه عن أي أخطاء، مخليه حياتنا سراب، ونقرب به للأفكار اللي تخلي حياتنا عمار. أول حاجة في وعينا هذا نعرف جينا الدنيا لماذا. كل إنسان، أنا أقصد هذا، الدنيا دي خلقها قضية الله رب إله وعظيم، نظمها بحكمه أحسن تنظيم، وخلق فيها الإنسان وفضله فيها بعقل تمام، عقل بيؤمر خد هات، وأيضا قادر على التفكير والتمييز والتحديد والتركيز والتقدير في أموره تمام، وفي إمكانه يقود إنسان يخلي حياته مع كله تمام. وبعد ما رزقه بهذا العقل اداله فرصة في دنيا كبيرة، ووفر له الرزق الكافي، وخلى هذا الرزق خافي حتى يسعى العقل بالإنسان لوصوله للرزق في أي مكان، ووضح له بعض أمور منها عبادته كيف تكون، والخير والشر في المضمون، وجعل له أدلة بعثة في كتبه معروف لينا أهل الأديان في التوراة والإنجيل والقرآن، يفهمه عقله الموجود في أي حالة من المعروض، ودى الحرية للإنسان يعبد ما يشاء يرفض ما يشاء، يسير في الخير يسير في الشر، هو حر هذا الإنسان، بس جعل له نهاية كمان يسأل فيها هذا الإنسان ماذا فعلت بهذا العقل، مشيت في الخير ولا الشر، ماذا صنعت انت في الدنيا بعد العلم بأمرك فيها، وكنت انت بكل حرية في كل حالة موجود فيها. الحرية ليها حساب، بتعمل حاجة وحر فيها تكون صح بقى يا إنسان، ما تخليش الخيبة وضعك، ما تصعبش بيها نهايتك، ساعتها هتبقى في أسود حال. وانت تعالى بقى يا إنسان ياللي ما تعرف الأديان ولا مؤمن بيها في أي مكان، يلا معانا في وعي تمام، امشي معانا على نفس الخط، هتلاقي الدنيا أوفر حظ، عيش معانا كده على وضعك، يمكن عقلك يعرف ربك بعد ما تنظر لينا بنظرك. أول حاجة واجب نعملها العبادة الصح في ديننا اللي في كتب إلهنا جتنا، اللي ما ترضى الظلم لحد ولا ترضى الشر لأي حد، فيها حله يا إنسان. بعد كده وانت معانا ياللي ما تعرف دين ولا رب على وضعك ده حتى الآن، عشان يعيش الكل تمام في سلام وتفاهم وأحسن حال وتعاون بين الكل، أكيد يخلي بجد الكل في عيد. الصحة تشوف حفظها ازاي حتى تبقى في صحة عال، عملك شوف هتروح له منين مصدر دخلك يا إنسان، والعلم ينور أيها شيء، حفظك ليه هيزيدك ترتيب، وتبقى في عملك قوة أكيد، وأهلك كون ليهم راعي بتركيز وتسكير وتحفيز، والحرية تبقى أساس تعيش الدنيا أسعد ناس، وفي مجتمعك كن موجود رمز تفاهم رمز تفاؤل رمز سلام، تنصر نفسك تحفظ أهلك بشهادة الكل أفضل إنسان، أما وطنك أهم أساس، حفاظك عليه يبقى أساس، من غيره ده مش هيكون تعيش الدنيا أسعد ناس. حان الوقت يا كل الناس يكون الوعي أهم أساس، حتى نعيش الدنيا بخير إحنا بقى وجميع الناس.